ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد. فيديو النهارده بو كلثوم. اوكي، انا الاسم ده شفته تقريبا اكتر من مره. اوكي، يعني ابتدى يتكتب لي الفتره دي فقلت اعمله اول باول. اوكي، وبعدين غير كده حد جديد، وانا بحب دايما اجيب ناس جديده، فاهم؟ فاغنيه عالي بو كلثوم، هو زي ام كلثوم يعني؟ هو قاصد نوع ولا هو ده اسمه ولا ايه؟ بعرفوني عشان ما اعرفوش بصراحه، دي اول مره اسمعه. اوكي، فربنا يستر برضه، ربنا يستر. خلينا نخش نشوف الأغنية دي بتتكلم عن ايه، ويلا ليتس جو. فرنش يا دي نيلة، هما ليه بيختاروا فرنش؟ يا ليه؟ بصوا دايما فرنش ميوزيك ميوزيك مكتوب، استنوا كان مكتوب ميوزيك، اي ميوزيك. اوكي، كل ما نوصل قاع بنهادي يا ابن قاع لالي، بوع بهجم على ركابي لسه شايف الحلم عالي، سنين عن السطح ناس. انا هقول كلمه بس محدش يزعل مني. اوكي، انا ليه حاسس ان في شهاب؟ تقريبا طريقه العربي بتاعه، تقريبا انا حاسس ان في شبه شهاب شويه، او شهاب شبهه. اوكي، عشان الناس ما تزعلش، الاتنين شبه بعض. اوكي، عشان اخلص عشان اخلص، حاسس ان انا بسمع في سنه شهاب في طريقه الكلام. اسقط وانا بوع من خلالي علي علي. هو مش 100%، بس حاسس ان 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 ان, إن, إن مش عارف، في طريقة الكلام بتاعته حاسس ان في شهاب شوية. ممكن عشان بيستعملوا الحنجرة تحس ان وشهاب على طول، تحس ان هو فاهم بيورجازم وبيغني، تحس ان هو في حاجة كده. احيانا وانا بسمعه بحس ان انا في حاجة غلط، فاهم؟ اللي هو في ايه برو، في ايه، انت مظبوط، فاهم؟ ف بحس ان هو مش عارف، انا عايز ابطل رغي. المعالي سنين عن السطح نسقط وانا بوع من خلالي علي 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 علي. غابة ويا خلي ننجو لو تدي سلسافي ومضي وضرب من قهري، ما ناسي كل شي لا ناسي ذلي من عدمة هلال فارقني ظلي. هي فيها الآلة اللي اسمها ايه اللي هي مش فاكر اسمها ايه، مش جاي في دماغي، بس هو منين؟ انا مش حاسس ان هو مصري، ده مش مصري. من عدمة هلال فارقني ظلي، رقبة سدادة نادو سبابة من السرقابة، حقي دبابة حقي دبابة، ويلي تموت اسباب ذات الموت ما يهابا. عنك صار السطح علي وانا بوع من خلالي. انا سمع كذا آلة يعني، واو واو. علي 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 علي، كل ما نوصل قاع بنهادي ادنى قاع لالي، لسه مكمل على ركاب لسه سافي الحلم علي، سنين عن السطح نسقط ولا بوع من خلالي. ثواني، هو تونسي او جزائري تقريبا، لان الحته دي انا في الحلم علي سنين عن السطح نسقط. سكيس اللي دي بحس ان هي بتاعت المغاربه والتوانسه والجزائريين، مش عارف ايه، بحس ان هم كده. يبقى عرفوني هو منين، انا ما اعرفش هو منين على فكره، يعني ما اعرفش اي حاجه عنه. على ركاب لسه سافي الحلم علي، سنين عن السطح نسقط وانا بوع من خلالي علي 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 علي. ميكس الالات جامد فشخ. ال 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 برو انت جيت في الحته بحب الالات فشخ. جينا للاخضر شبانا من اليابس.
الوقت ادك يا خال رجع لذيابه وانت بتحشي وجهك لنياعك جاية حدي طوفان بركانك نش ولو قدم الثار حقي ما بيعه صار من خلفية صوت اللوية طعمينا بعض الحطم ناجعة تعبت حيطاني صور الودي هو بيقول بكون على ركابي وما ببيعش اللي هو بيتكلم عن حقه صح ان هو ما بيبيعهاش كده. انا بحاول اركز على قد ما اقدر في الكلام، انا مش عارف افهم هو بيقول ايه فاهم، لان انا التوانسة والمغاربة وما بفهمهمش. اوكي يعني في كلام ما بفهمهوش بالقحك، ما عنديش استطاعة ان انا افهم اللهجات بصراحة. اوكي انا المصري بفهمه بالعافية بس السطح نسقط وانا بوا من خلالي علي 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 شعره مش ابيض، شعره مش ابيض. اوكي ده اديت. اوكي انا احلى حته دي هسمعها لكم، استنوا هجيبها لكم الحته دي يعني كل شيء لا لا وضرب من اي من 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 اول الحته دي قاهري ما ناسي كل شيء لا لا سي ذلي من عد متهلل فارقني ظلي. جامده فشخ، جامده فشخ. البروديوسر بتاع الاغنيه دي جامد فشخ يعني ادماغ. اوكي عندنا هنا الجيتار مصباح السقه وعندنا العود اكثم ابو فخر وكمان اللي هو كمانجا يارا. تلات يارا واو. اوكي يارا ابو فخر تقريبا هما الاثنين اخوات صح يعني واو اخوات وبيعزفوا واو واو في اغنيه واحده واو. اوكي عشان كده في كميه حلوه في الاغنيه. اوكي بهجم على ركبي وات لسه سقف الحلم عالي. اوكي سنين على انا كل ده ما كنتش هعرف افهمه على فكره بالطريقه اللي هو بيغني بيها لان كنت برضو مركز في البيت اكتر حاجه. ما ناسي كلشي اللي هو كل شيء صح كلشي. اوه انتوا عايزين نفهم ده، عايزين نفهم اللهجه دي كلشي. اوكي انا اغنيه عجبني اكتر حاجه البروديوس بتاع الاغنيه. اوكي وطريقته حلوه لان انا بحب شاب. اوكي اللي عارفيني طبعا عارفين ان انا بحب شاب. اوكي وانا عايز طبعا اسمع له تاني لان هو طريقته حلوه مش وحشه، ان انا حتى عملت له سبسكرايب ولايك على فكره اللي محدش شاف 11000 لايك بس. برو قليل جدا على 200 وشويه سبسكرايبرز 11000 لايك. يعني اغنيه بصراحه هي فيها الات يعني فيها جيتار وفيها كمان وفيها عود برو فيها فنانين، اغنيه فيها فنانين. اوكي اغنيه مش معموله كده هبل وخلاص. انا اغنيه حتى انا عجباني الحته اللي انا قلت لكم عليها دي عجباني فشخ. وضرب من قهري ما ناسي كل شيء لا ناسي ذلي ماشيه مع طريقه كلامه اللي هي تحفه اللي هو انا ممكن اعيد الحته دي بتاع 5000 مره مش هزهق بصراحه. من احلى حته في الاغنيه كلها يعني الحته دي احلى حته في الاغنيه كلها تقريبا. انا بحب كمانجا ولا مش عارف. ما علينا ده كان الرياكت، يا رب يكون الرياكت عجبكم وشكرا اللي كتب لي الاغنيه دي. اوكي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وبعرفوني صحيح عرفوني هو من اني دوله. ما اعتقد انا على ما اعتقد يعني هو جزائري او تونسي او مغربي اكيد هو من ثلاث دول دول على ما اعتقد. اوكي لان زي ما انا قلت القاف مع الحاء دي بتاعتهم بتاعت الثلاث دول دول. اوكي جايز يكون في دوله تانية وانا ما اعرفش عنها حاجه او او او, أو ما اخدتش بالي منها ممكن مش عارف، ابقوا عرفوني برده. اوكي بس كده ده كان رياكت
وانا اسف ان انا ما ركزتش في الكلام. انا حاولت والله اركز في الكلام وما عرفتش اللي هو فاهم. انا مشكله اللهجه معايا اوكي. انا في المصري حتى اغلب الوقت بركز على البيت اوكي. مش بعمل كده عشان اكون مختلف اوكي. هو غصب عني حاجه بتبقى غصب عني. انا بسمع الحاجه لاول مره ورياكت بيبقى اللي هو طبيعي اللي هو اول مره اسمع الحاجه دي اللي بيجي على بالي بقوله بس. او اللي بيحصل قدامكم قدام الكاميرا هو ده اللي بيحصل اوكي. اللي اول مره اسمعها اوكي بس كده. لكن رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. محدش يزعل مني ان انا شبهته بشهاب اوكي. انا بحب شهاب وتقريبا هحبه عن طريق شهاب اوكي. انا عارف ان اوكي هبقى افرق ما بينهم اوكي. ما علينا. وانا اتمنى ان هما الاثنين بصراحه لو عملوا الاغنيه انا هيبقى في ايرور مش هعرف افهم مين فاهم اللي هو برو في ايه. ممكن اعرف من القف مع الحاء دي ممكن اعرف اوكي بوكالسوم هو اللي بيغني دلوقتي فاهم. اول مره اسمع لكن بقى لو في اغنيه عاديه بيغنوا مع بعض هيبقى صعب هيبقى صعب. ما علينا. انا كل ده بحاول اقفل الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اقول لكم يلا تشوس.